هلا فيكم، معاكم هادي الشيحة. راح ابدا اسوي لكم العاب فيديوهات زي ما تشوفون الحين، وهذا فيديو تجريبي بجرب فيه الاضافه حقت لعبه سبلاتون 2. وبشوف كيف وقت ياخذ الرفع والاشياء هذه، كيف اقبالكم على الفيديو، ونشوف كيف. فنبدا الحين. طبعا سبلاتون اكيد تعرفونها كثير، يعني لعبه عباره عن ملتي بلاير ضد بعض مسدسات. الاضافه الجديده تلقونها هنا موجوده، تجون هنا تلقونها هنا. طبعا الاضافه الجديده اول شيء لاحظوا باللاعب حقي، هذه اللاعبه سكويد يعني حبار او خثاق، واحد منهم. فحطوا بالكم هذا الشيء، انا الحين قاعد العب بسكويد، وكلنا كل الموجودين اونلاين هنا يلعبون، قاعدين يلعبون بسكويدز لو تلاحظون كلهم نفس الشكل. اوكي الحين اقول لكم ليش. طبعا تجي هنا تدخل الاضافه، لاحظوا الكاركتر اللي العب فيها الحين انا مو سكويد. الكاركتر اللي العب فيها هذه ما هي سكويد، الحين صارت اكتوبس زي ما تشوفون. فقاعد تلعب بالاشرار، يعني هو كان سكويد ضد اكتوبس، دائما تلعب بسكويد. الحين الاضافه جابت لك شخصيه من الاكتوبس، واحده فقد الذاكره. ففكره اللعبه صايره كانها مراحل. عشان تروح المراحل تضغطون الزر الاكس، تجيكم هذه المراحل زي ما تشوفون. هذه المراحل اللي خلصتها انا اتوقع، وفي تجميعات تجمعونها. بس خلينا نشوف الحين المراحل اللي اختارها. روح وين؟ روح يسار، لا روح يمين عشان اخلص المرحله ذيك. مربع صح؟ خلصت ذا؟ لا لسه. دقيقه هذه اللي خلصتها. اوكي هذه ما خلصت، هذه ما خلصت، خلص هذه. شوفوا كل مرحله يعطونك سلاح وتجربه وتسوي في تمارين او حاجه، وخلينا نقول اكسرسايزز زي كذا. طبعا هذا الستيج، هذا السلاح، في عندكم تست فيه تدفع 100 على اساس تقدر تدخل بالاختبار. انا عندي الحين 1123. فزي ما تشوف هذا السلاح اعطوني اياه. وش ذا؟ شوت جن ولا ايش ذا؟ اوه كان روكت لانشر صح؟ شكله روكت لانشر. طيب تدفع 100 هنا، دفعنا 100، تدخل يعطونك اربع ثلاث ارواح وتبدا المشي. اللعبه طبعا 30 60 اطار في الثانيه عفوا. ايش يقول لك هنا؟ تشيك ذا ايد توس اوكتوس باستر. اوكي طيب نطلق على ذولي. طيب الو اوه اوكي لازم ايوه كذا ما جت. وش صار؟ اقرب شيء شوف المكان كيف صار، في جوالات في كل مكان. جوال قديم ذا، او يمكن اليابان الحين يستخدمون الجوالات هذه. اذا بتفضل اعبي هنا بنزين، بعدين شوف السفر هذولي. طيب الحين وش اسوي؟ انزل تحت. اوه هذه تجلدني ذي، الله يستر. تقدر في وقت تبا لو ندري وقت سوى وقت في وقت السالفه. اوكي اوكي احنا نشوف يلا خلينا ننتبه في وقت السالفه. ادعس شغل كراش هذا. ايوه حلو يلا ادعس ادعس. روح روح ما يحب الوقت ذا. مو معنا ندعس، حسبتها صح. اوكي حلو اخذ الكونه هذه. مدري لولا اوه والله شطفات. تعلق هنا حلو، وجع ارقع حلو يلا صوت. اي اوه شيلد كسر شيلد، رقعنا فوق. اوكي تشيك بوينت اتوقع. اي يا ساتر ايش هذا؟ اوكي نقزها من الاولى، او احنا نقزها الثانية. اوكي في مفتاح لازم اخذه على كلام هذيك. اوه هي 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 ربي كم اتش بي عندي انا؟ لا غباء مني هذا، ما مشكلة باقي لي اتوقع روحه. كي سبوتد اوكي المفتاح حقي انا، هذا المفتاح اخذناه. اوبن ذا فولت اوبن ذا فولت.
اي بوت في خزنه هذيك كيف اروح لها اصلا؟ رايك انقز نسيتنا. اي والله دي عرفت عرفتهم حلو حتى تفضل. ايوه كذا شو ولا يا ولد. اوه والله شطفت. طيب هذا مفتاح فتحنا. اوكي بس صح جلوريوس شكرا نكمل. شكرا هذا سنايبر الكل. والله سنايبر سامبرو. لا سنايبر سبع عين طبعا كل زودي ذا اخص. المشكلة مع النقزة هذه لازم تسوي زي لاج كذا بالضربة. يا كلب لا موت وات شكله ما ينطق ذا. لحظة يا ابن حلال انا قادر اسوي شيء اصبر. هي سنايبر والله لا سنبرك لا تسبل علي. هذا من اللي يلعبون هيلو نو سكوب ذول اللي من قريب. خلاص ابن حلال خلي اجزلك. ايش تب يو عبي خليني مبسوط انا. خذ يوهو اوه جلدته. بس وش الغباء ذا مخلينا ورا ومش عارف ايش اسوي ذا. اضرب مين بالضبط؟ وش هذا الشيء؟ اضرب من روحه يمكن؟ اوكي اضرب من روحه. مروحه لا تسبين علي. روحي تجي حالتك فخري. ايوه كذا الكلام. يلا اي لا يرحم والديك لا تسافر علي انت. هاي شوفوا اللعبه سهله ابدا سهله وممتعه حق تحديات. تعال هوب هاي يمكن ينوم واحد من اثنين بس فيها صعوبه صراحه اللعبه شوي فيها صعوبه. طيب جاهز من الحين. صبيه ده مشكلة السلاح ذا. يا ساتر انا ناقص كنت. لو هو نايس فهد نايس. ايش سوي الحين؟ يا ساتر اي ايوه افلق انقز افقعي نايس. حصل الجول ضربه نايس. خلصنا الستيج. ايش يعطيني؟ اعطاني 600 فلوس 100 ريال. ايكوزي شوف الكوره هامستر. فتحتني هذيك مو مشكله عادي. يصير ثينجز نايس. هذه رهيبة. عادي. هذه عجبتني. هذه صار كنا سباق. فممتع صراحة. يقول لك اضغط زين عشان تنفجر. تفجر كذا بعدين ترجع. نايس. يا ربي شوي تحكم صعب. ما مشكلة. ناخذ هذه الحين. ايوه كذا الكلام. زين كمل سيده. هوب لا يا هلو كذا هلو. وش صار؟ ما ادري بس اوكي شكرا. خليني افجر هذي. بوم انفجار. ايوه نايس صح علي. لازم تفجر عشان تعلق. واو والله شيء رهيبه فيها. الكلب ذا هذا عدوي اللدود. ناخذ التونه هذيك نبينا. هوب اوكي ما يعور. ما تعور انت. صديق ما يعور بس يدب. اوكي ناخذ التونه ونحاشي. يا سلام هذا ما نبي الحين نقل فوق. هو يرقى من نفسه. شوفوا هو يرقى من نفسه فله. اوكي
نقدر حدينا عدنا الان بعد تروح نروح. اوه هو هذه بيها شوي عزم يا شباب. ايوه لو لا لا ترى فيني كوره انت ماني بقول بعدين. اوه انت 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 لا يا ماما لا. ايش الاستهبال هذا؟ الاستهبال بعينه تونا حلو. اوه يا 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 ليه ليش ليش كذا تدلجني ليش السيده بعدين. اوكي نظام يمين يسار. اوه ايوه 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 يس ثانك يو ثانك يو. وخلصناها وخلصناها يس. اعطانا 600. انا كنت مت كم مره؟ مت اربع او ثلاث يعني قصر 400 اعطانا 600 يعني المكسب كان حقي 200 فقط. ايش هذه؟ هذا ال هذا سلاح عادي صح؟ اتوقع 200 اوه ارخص صح؟ اي اي ايش هذا؟ لا 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 اقعد امشيها انا؟ لا تدفونها لا لا حد يدفها لا حد يدف. اي اخطبوط اي يك لا 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 انا يبي لي مخمخه شوي كذا بالزاويه ايوه كذا المخمخه. روح 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 يا مام روح لا تخافين من احد. وين وين لولو؟ اي 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 كوره كوره كرة تستهبلين علي انتي؟ وين كرة؟ 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 عيب عليك خلوه خل الكرة يا حيوان. اي اخطبوط عيب عليك. رجع اوكي رجع للمخلص يرجع. اوكي اول تشيك بوينت يلا 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 يا كرة يلا يا كرة يلا يلا اخذنا اول تشيك بوينت. ايش الكلام هذا؟ اي انا اطيح في مفاتيح ما شاء الله ما شاء الله. يلا اوكي هي ما راح تطيح والله استهبال. يا والله مو سهل. اوكي يلا صارت 200 الحين كانت 900 قام يصير اغلى. اسمعوني تو. طيب يلا اوكي الظاهر اضرب سيده بحيث ان ايوه انا ما انسى نفسي. روح حلو كذا خليك اثبت 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 اضرب حلو 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 ايوه خليك ثابت يا زينك كنت ثابت. ليه في مروحه؟ ايوه اوكي تاكسي روح كرة لا كرة كرة تسبن علي كرة اوكي اوكي الحمد لله الحمد لله الله يستر الله يستر الله الله يستر. ايش لا 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 كرة كرة شو 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 ايوه كذا خليك ثبتي هنا ارتاحي يا زي خل خل بس اشوف الطريق شلون. ايوه خليك تنقزين يعني كرة كرة يخرب بيتك يا كرة. نو 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 لا 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 شلون اوقفها؟ ما في لا لا هي 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 انا اتدا اي كورة 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 تستهبلين علي سوقي زين ايوه اي هي كورة 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 يس يس او يس. اوكي ايش باقي؟ ايش هذا؟ ايش يسوي ذا الشيء؟ ليه؟ ليه بني ارجع؟ لا اصبر ويت 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 اري ليه؟ ما ادري انا كيف؟ طق ما نبي نرجع. انا لا تقدمنا ما نرجع. اوه كرة 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 وقفي طاحت؟ ما اشوف ما اشوف ما اشوف يا جدعان. اوكي لا والله عدت كف كف يا اخوان كف كف انا اشوف خلاص حطه هنا. وا
السالفة؟ طيب اوكي اروح هنا الحين اسحب الكورة شوي واسوي شيء هنا. هلا هذا مزعج ذا. اوكي يا مفتاح ذا تستقلون علي. من عمك من عمك. خذ شغل سنيك. نايس تشيك بوكس. وش الحين؟ اوكي لا ترجعين يا كورة. روح هناك روحها بلا رجعة. نو ايش روحي. ايوه كذا اتوقع صح. ايوه نايس انا لازم اتزحلق معها. يلا هوب حلو هوب اورايت خلاص فزنا. يس فزنا. كيف اعطونا 800؟ والله عوضونا. هذه كانت اوريكم اللعبه بشكل بسيط. طبعا في مراحل كثيره في اللعبه ما ذكر الرقم بالضبط ولا تصدقوني بس خلاص شيك بكم مرحله في احسن. ول مكتوب مدري لا 80 مرحله بس لان الكاميرا انعكست. طيب اوكي اللعبه هذه الاكسبانشن هذه الاضافه فيها فوق 80 مرحله. واو ام الحماس. المهم اعطوني رايكم بالفيديو قولوا ايش رايكم فيه. انا عارف ان الكاميرا يمكن الاضاءه سيئه عندي اليوم بس مو مشكله هذا بس اليوم يعني مؤقتا. ثاني شيء اعطوني رايكم بالفيديو. ثالث شيء ادعموني ولايكات وزعوا بين اخوياكم شوفوا كيف الوضع يصير لان هذا حجي اللي قاعد اجربه انا الحين. اذا عجبتكم ان شاء الله راح اجيب لكم العاب كثيره راح اجيب لكم كثيره. ونشوف ايش يطلع معنا. يعني كان معكم فهد الشيح يعطيكم العافيه مع السلامه.